سي مهدي، في هذه البداية ديال السنة 2021 أعتقد أنكم بديتوا بتهيئ الانتخابات منذ الآن. بالنسبة لتحديات حزب أثرة والمعاصرة في 2021، كيف ما كتعرفوا هذه سنة انتخابية، وليس فقط سنة انتخابية بل سنة التحديات الكبرى. بعد يعني من دابا شوية غيبداو هادشي ديال الفاكسيناسيون، وحنا يعني مطلوبين كأحزاب سياسية، منتخبين محليين، منتخبين جهويين، باش يكون واحد الدعم، واحد المساندة للمواطنات والمواطنين، باش الكل يدوز من هاد التلقيح بسلام ونفوتوا هاد الصفحه ديال المرض اللي عشناه هاد السنه السابقه. والتحدي الثاني هو تحدي اقتصادي واجتماعي، لان هاد الازمه اللي عشناها هي ازمه يعني كانوا تاثيرات كبيره على الاقتصاد المغربي. ففي ظل هاد المشاكل اللي عشناها السنه السابقه، البرنامج الانتخابي او الانتخابات المقبله خصها تاخذ بعين الاعتبار هاد المعطيات. وبالطبع لابد ان يكون واحد الشق المتوجه لما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، اللي في حزب أثر والمعاصرة بالطبع بدينا نشتغلوا عليه من دابا. وغيكون كذلك واحد الفكره اللي ضفناها، يعني اون فوا يدار البرنامج الانتخابي ديالنا ويكون يعني الموافقه ديال المكتب السياسي والمجلس الوطني، يكون كذلك واحد نربطوا واحد العلاقه مع مجموعه ديال الجمعيات المجتمع المدني، باش يكون واحد تشارك في في فاش كنوجدوا هذا البرنامج الانتخابي. لان كيف ما قلت تحديات كبرى بالنسبه للحكومه المقبله، يعني ما بعد الانتخابات، وخاصنا نخرجوا من السياسويه ومن البوليميك الحلول الحقيقيه للاشكالات اللي كيعيشها اليوم المغرب واللي غيعيشها العالم بالطبع السنوات المقبله. هناك احزاب وخاصه حزب العداله والتنميه اللي محتاطين من ذاك النقطه ديال الكوسيون ديال القاسم. بالنسبه لحزب الاصاله والمعاصره، الا تعتقدون ان هذه النقطه ربما ستشكل عمليه حاسمه في الانتخابات المقبله؟ كيف ما عرفتوا حزب أثر والمعاصرة ما خدش موقف في هذه النقطة، لأن اعتبرنا بأن بواحد المفهوم هي بالنسبة لنا، وإحنا دائما كنا كندافعوا على الأقليات ووجودهم داخل يعني الحياة السياسية، بالنسبة لنا هي نقطة إيجابية بالنسبة باش الأحزاب السياسية كلها تكون واجدة وتعبر على مواقفها داخل البرلمان. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن دائما المغرب كان كيتوسع، يعني المجال السياسي كان كيتوسع للجميع. ومن جانب آخر بالطبع كيف ما كتعرفوا، حزب أثر والمعاصرة هو ثاني قوة سياسية في البرلمان، وبالطبع هاد النقطة غتكون سلبية بالنسبة لحزب أثر والمعاصرة. فلهذا مازال المكتب السياسي كنناقش هاد الموضوع بقوة، وننتظر يعني تناقش هاد النقطة في داخل اللجنة الداخلية في البرلمان، انذاك نعبروا على موقف رسمي بالتصويت اللي غيكون ديالنا ديك الساعة. في غياب اي وثيقه يعني رسميه اللي تحطات في البرلمان، ما يمكنش الحزب أثر والمعاصره يعبر على موقف. حنا عبرنا على مواقف كاحزاب المعارضه في الوثيقه اللي قدمناها انا ذاك الوزاره الداخليه، كيف ما عبروا الاحزاب الاخرى اللي هم في الاغلبيه. اليوم نحن في انتظار المقترح اللي غتجي به الحكومه واللي غتحطوه في اللجنه الداخليه، انا ذاك غنناقشوه في المكتب السياسي وغنعبروا على الموقف الرسمي لحزب أثر والمعاصره. فوقاش تعتقدوا على ان هذه الوثيقه الرسميه يمكن لها توصل للحزب السياسي؟ نحن في انتظار كيف ما قلت لك الحكومه، باش يكون واحد اتفاق داخل الحكومه. ما احنا كفرق او كاحزاب في المعارضه كيف ما عرفتي سي شاكر، حطينا المذكره ديالنا للحكومه، وبالطبع نحن في انتظار ان الحكومه تجي تقدم لنا المقترح. تنتظروا من بعد هذا الفاكسان، الحمله ديال الفاكسان، واش عندكم شي فكره على ان على الوقت فين غادي تقدم؟ المنتظر حاليا هو اذا ما يتحط هذا المقترح قبل نهايه هذه الولايه، او انذاك الى تسنينا نهايه هذه الكومباني اللي غتكون ديال الفاكسان، خاص تكون واحد ولايه يعني استثنائيه في البرلمان باش يتناقش هذه النقطه. ولكن في غياب مقترح الحكومه صعيب على حزب أثر والمعاصرة انه يعبر على موقف اللي ندير شي حاجه اللي مازال ما شفناها.